طيب التعليمات الهامة بقى اللي بنقولها للأمهات في الفترة ما بين فترة الفطار لفترة السحور، إن الفترة دي الطفل ياخد كمية كافية جدا من السوائل، يعني كل ساعة أو ساعة ونص الأم بتسأل الطفل أنت شربت مية ولا ما شربتش مية. لازم على وجبة الفطار بتاع الطفل لازم يكون عندي حاجة من منتجات الألبان، كوباية لبن، كوباية لبن رايب أو كوباية زبادي. أدي الطفل على الفطار تمرتين أو ثلاث تمرات، ودي حاجة مهمة جدا لأنها مصدر للطاقة، بتقلل من حدوث الإمساك عند الطفل، وكمان مصدر غني بالحديد. الوجبة بتاعت الطفل بتاعت الفطار لازم طبق الفطار بتاع الطفل ده يكون متقسم نص الطبق بالظبط خضروات، خضروات بألوان مختلفة، وربع الطبق بيكون نشويات والربع التاني بيكون بروتينز. حاجات دي مهمة جدا جدا، لازم الأكل بتاع الطفل يكون صحي، أزود المية وأزود السوائل والألبان على حساب السكريات. يعني الطفل مش هياخد أي حاجة مسكرة، لا مفيش مشكلة إن هو ياخد أي حاجة مسكرة بس بكميات قليلة. ما ينفعش كمان إن أنا أقول لابني لا مش هينفع إن أنت تاخد سكريات وحلويات ويكون شايفني أنا نفسي باكل الحاجات دي، لا أنا حاول الطفل ده طالما بيروح المدرسة وطالما الطفل ده أنا مقررة أن أنا أعوده على الصيام، فلو سمحتي تكون عاداته الغذائية كويسة وأنا كمان بعمل نفس الكلام. السحور بالنسبة للطفل حاجة مهمة جدا جدا، يعني ما ينفعش الطفل عشان بيروح المدرسة من الساعة 12 يكون نايم وما يصحرش، لا الطفل هيصوم، فعلى الساعة 2 كده ولا حاجة الأم بتصحي الطفل ده وبتديله وجبة للسحور. لازم وجبة السحور دي يكون فيها مثلا جزء ولا حاجة من النشويات المعقدة، ممكن نحط له بليلة، ممكن نحط له شوفان لو بيحبه. طبعا العيش البلدي مهم جدا بالنسبة لنا، مصدر مهم للبروتين زي البيض مثلا أو زي الفول، حاجات دي كلها مهمة بالنسبة لي. أهم شيء هي السوائل اللي هتكون موجودة في جسم الطفل من فترة الفطار فترة السحور، ولازم العادات الغذائية بتاعت الطفل ده تكون سليمة، ولازم هو نفسه يكون شايفني ان انا باكل اكل صحي. لكن هل مثلا مش هديله مثلا سمبوسك ولا بانيه ولا الحاجات دي؟ لا طبعا، بس مش هيكون كل يوم، وحافظ على عاداتي الغذائية السليمة في الفترة اللي الطفل هيصوم فيها وبس. وكل سنة واحنا طيبين.